معكم مصممة المجوهرات الإماراتية خديجة السلامي صاحبة حرف ونقش للمجوهرات، متواجدين في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بإكسبو الشارجة تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة الشارجة. ضمت مجموعة من المصممين الإماراتيين باختلاف خبراتهم متواجدين تحت مظلة واحدة. تم إبراز الحرف والنقش العربي في مصوغاتي بشكل عام لإبراز الحرف العربي وتوصيل العالمي بإذن الله، وهذا هو الهدف اللي إحنا نسعى له، أن نوصل النقش والحرف العربي للعالمية إن شاء الله.